مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات ابتداء من أول يناير للعام الجديد 2024، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يؤكد هناك خطة ليصبح المعاش 80% من راتب المواطن الأصلي. التفاصيل كاملة في هذه التغطية. مع اقتراب العام الجديد 2024 ينتظر أصحاب المعاشات الزيادة الجديدة، لذا كشف اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن أنه تم زيادة الحد الأدنى للمعاشات ليصبح 1300 جنيه بداية من عام 2024، كما تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلا من 1700 جنيه، حيث قررت إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات اعتبارا من أول يناير 2024 وفق بيان صادر عن الهيئة. وأوضح اللواء جمال عوض أن أرقام المعاشات حتى 2015 كانت هزيلة للمواطنين المصريين، حيث كان 150 جنيها والحد الأقصى لم يصل إلى 3000 جنيه، كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلا من 10900 جنيه، موضحا أن وضع آلية لزيادة الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني سنويا. كما أكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أن هناك خطة طموحة بأن يحصل المواطن المصري على 80% من مرتبه بعد بلوغه سن المعاش، حيث يستفيد 11 مليون مواطن من زيادة المعاشات في 2024. وبالفعل تم تحويل 8.1 مليار جنيه لخزينة التأمينات لزيادة المعاشات، ووضح عوض أنه كان هناك مشكلات يتم مواجهتها في المعاشات مسبقا. ومن أهم المشكلات المسببة في تدني قيمة المعاشات هو أننا لم نقبل بأي أجر يتم التقدم به للتأمينات سواء 50 جنيه أو 150 جنيه، وهنا يكون المواطن أجره 2000 جنيه ويتم التأمين عليه وكان راتبه 500 جنيه فقط، وبالتالي في سن بلوغ المعاش يتم احتساب المعاش على أساس المبلغ الذي جرى التأمين عليه، وبالتالي تكون قيمة المعاش متدنية. لذا عملنا على تحسين المعاشات وعدم تكرار تلك المشاكل في المستقبل، وتم وضع حد أدنى للمرتب الذي يجرى التأمين عليه وهو 1700 جنيه، ويتحرك هذا الراتب في مطلع يناير سنويا، وبالتالي حركنا هذا الحد إلى 2000 جنيه، وذلك لتقليل الفجوة بين الدخل الحقيقي للمواطن وبين قيمة ما يحصل عليه من معاش. وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه لا تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 3500 جنيه، حيث أن هذا الحد الأدنى يشمل بخلاف الأجر النقدي المزايا العينية التي قد تصرف للعامل من جهة عمله، في حين أن أجر الاشتراك التأميني يقتصر على عناصر الأجر النقدي دون غيرها، ومن ثم فإن الاختلاف في هذا الشأن له ما يبرره. مشاهدينا الكرام، هذه كانت تفاصيل الزيادة الجديدة في المعاشات والخطة التي تعمل عليها الحكومة لزيادة المعاشات. أشكركم وشكرا جزيلا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.